هاي. الهاشتاج منتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وصار من أساليب التعبير الجماعي عن قضية أو موضوع معين. بداية الهاشتاج كانت سنة 2007 مع المستخدم كريس ميسينا يلي استعمل هاشتاج باركامب للمرة الأولى، وقبل استخدامها على تويتر لاحظ كريس أنه استعمل الهاشتاج بيخليه يلحق المنشورات، فزار مكاتب تويتر ليعرض هالفكرة، ولكنه إجا بالوقت الغلط لما المؤسس المشارك بستون كان عم بيحاول يرجع البرنامج يلي كان معطل فمركز كثير معه. من وقتها بلش يستخدم الهاشتاج من دون إذن وانتشرت الفكرة. الأوسام قابلة للبحث على تويتر، فيسبوك، جوجل بلس، إنستغرام وغيرها من المواقع. بيتم اليوم نشر حوالي 125 مليون وسم على المنصة. مين قال إنه الكلمة أضيفت لمعجم أكسفورد سنة 2014 بسبب كثرة استخدامها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.